والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما مع دروس السنة الثانية الإعدادي مسار عادي ومسار دولي درس المستقيمة في العام 2003 يعني المستقيمات الهامة في المثلث. إذا سنبتدئ بالفرنسية ميدياتريس دان تريون يعني واسطات المثلث سحوب تتراقى أون بوان أو في نقطة أو فوالا إيكوي ديستونس متساوية المسافة أو بوان أ بي سي فوالا أو إي لو سونتر دو سيركل سيركونسكريت أون تريونكل يعني دي ميدياتريس واسطات سحوب تتقاطع إيكوي ديستونس متباعدة نفس المسافة على أ بوان سي و أو هي مركز السونتر دو سيركل مركز الدائرة المحيطية سيركونسكريت أو تريونكل أ بي سي بالعربي واسطات مثلث أ بي سي تتلاقى في نقطة واحدة تحفظ القانية واسطة مثلث أ بي سي تتلاقى في نقطة واحدة ميدياتريس دان تريونكل سحوب أون بوان أو دائما تبعد بنفس المسافة عن رؤوس هذا المثلث فوالا النقطة أو تسمى مركز الدائرة المحيطية بمثلث أ بي سي لننشئ هذا الشيء إذا لدينا مثلث أ مثلا بي ثم سي نحلو مثلث مثلا إذا أجي ناخذ مثلا تصميم باش يجيو شي زوين إذا شنو الواسط؟ الواسط يمر الواسط أ من أ بي و سي واسط أ بي هو المستقيم المار من المنتصف والعمودي ناخذ المنتصف وعمودي واسط قطعة بي سي المنتصف وناخذ اسمح لي المنتصف هو هذا فوالا والعمودي العمودي ها هي إذن هذا سهو وعاد قلنا عندنا واسط هو المنتصف ديال أ سي والعمودي عمودي إذن هذا هو إذن هاد النقاط شنو تتلاقى فاش أو نقطة أو هاد أو تسمى مركز الدائرة المحيطية تتبعد بنفس المسافة على أ و بي و سي علاش؟ لأن أو تمتلك هاد المستقيم وهاد المستقيم هذا لو ميدياتريس هاد المستقيم هذا شنو؟ أن ميدياتريس ديال أ بي يعني هاد النقطة تتبعد نفس المسافة شوف نفس المسافة عن بي وعن أ علاش؟ لأن هاد شو على الأقل تفكر معايا هاديك تلت شنو هو الواسط؟ كيفاش ندير الواسط هاد شوية شديتي واحد القطعة مثلا أبي هاي أبي شديتي نص ديالها شديتي العمودي المار من هذا النصف هذا تيتسمى غير تيتسمى الواسط أي نقطة شديتي هنا مثلا فإن أو تساوي أو بي بما أن دلتا واسط فإن أو أ تساوي أو بي دابا هاي أو تنتمي للواسط إذا أو أ تساوي أو بي وبما أن شوف معايا ثاني خذ لي أس شوف دابا هنا تنتخيل عندي واحد باش ندير أ تندير مثلا سي أ إلا بغا نرسم الواسطة أش قلنا تنشد البركار تنخلي البركار وتندير واحد الدائرة هكا عقلتي تنخلي نفس القياس وتندير ثاني واحد الدائرة طن بحال هكا ها هنا وتشد ثاني هذا شدير طن وهذا بجوج بلا يتلاقاو غيدوز لك من نص هذا إذا شنو الواسط شوف معايا الواسط هو اللي تيمر من المنتصف والعمودي ها هو يعني اي نقطة هاد او هادي شنو تكون تساوي او سي تساوي او ا او ا هاي او سي تساوي او ا او ا تساوي او بي اذا هذا بحال او ولات هي المركز شنو طن تساوي المسافة اذا مني غادير الدائرة غاتسمى الدائرة المحيطية التي مركزها شنو او فوالا إذا أولا العقل بما أنه واسط أي نقطة تنسلف فإنها تبعد نفس المسافة هادشي باش قال لك هو نقطة واحدة أو تبعد بنفس المسافة عن رؤوس هذا المثلث غتقول هذا اللي غنمرنو عليها غتقول هذا شوف أو ينتمي إلى واسط شنو واسط أ بي فاسمي أو أبارتيان أو ميدياتريس دو سيغمون أ بي دونك أو أ إيجالا شنو؟ أو بي المسافة أو أ إيجالا أو بي أو بي هايا زيد ثاني أو ينتمي أقول ثاني أو ينتمي إلى شنو؟
إذا شكرا لكم وإلى اللقاء في خاصية أخرى إن شاء الله.